أوفت المطربة اللبنانية مريم فارس بوعدها لمحبيها الفائزين في تحدي حبيب سعودي، وحريصة على السماح لهم بالتعرف إليه عن قرب وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض. واستقبلت مريم فارس متابعيها الفائزين وراء كواليس المسرح بالأحضان والقبلات، وكانت المطربة اللبنانية أعلنت عن إطلاق هذا التحدي الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك قبل موعد إقامة حفلها بالسعودية. وأكدت أن الفائز سيحظى بفرصة حضور كافة تحضيرات حفلها وراء الكواليس وقبل صعودها على المسرح أمام جمهورها ومحبيها. وحول تفاصيل التحدي قالت مريم فارس في مقطع فيديو نشرته عبر حساب الرسمي على موقع تويتر: ما عليكم سوى غناء حبيبي سعودي، ونشر عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ مريم فارس في السعودية. وأشارت إلى أن من يرغب في المشاركة في التحدي فكل ما عليه فعله هو غناء الكلمات التالية: حبيبي سعودي يعدي لي مودي، إليه أنا أشتاق وأعدي حدودي. صديق عندنا هوا مطبخ سولة مريم جيتي لازم ساعة المسرح عندك المكان مرة بعيد مريم يقدر فان يقدر فان مريم هلا بتشوفوها بعد هيدي وعد بتشوفوها افتر وعد افتر